التواصل يستمر والانطلاقات تستمر مشاهدينا متابعينا الكرام مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. في هذه اللحظة تعلن انطلاقة شوطنا السادس وثالث أشواط الجعدان. المشتركات تتقدم مباشرة إلى الصدارة إلى مرموق على المركز الأول. سالم بن سعيد بن سيف بن حسين يتقدم على المركز الأول يقدم مرموق على الصدارة والمقدمة من الجانب الآخر يتقدم على المركز الثاني. هنا يأتي الطبيب حمدان بن فايز بن غفان اليابري قادم شعار الطبيب الشعبي يقدم الطبيب المركز الثالث. المركز الثالث حشيم سيف بن محمد بن خلفان الغويص يتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع كذلك حشيم لسيف بن محمد بن خلفان الغويص ما شاء الله يقدم اسمين في هذا المسار. المركز الخامس وتابع يتقدم متعب لسيف بن عجيل بن مطر بن ضحاك الشامسي. كذا هي النتيجة للخمس المراكز الأولى المتقدمة والحاضرة. لكن نعود إلى الصدارة مع اقترابنا للوحة 400 متر الأخيرة. جولة الأوامر مرموق مرموق. سالم بن سعيد بن سيف بن حسين يتقدم على المركز الأول وعلى الصدارة. حشيم قادم على المركز الثاني. سيف بن محمد بن خلفان الغويس قادم على المركز الثاني. وتابع الأسماء القادمة والشعارات القادمة حاضر. حمد بن خليفة بن سالم بالصقعة الغفلي قادم ولكن مرموق 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 حاضر قادم حاضر على المركز الثاني. من الجانب الآخر يأتي الطبيب يأتي شاهين شاهين في اللحظات الأخيرة ولكن مرموق 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 خاطف هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك مرموق سالم بن سعيد بن سيف بن سعيد بن حسين على فوز مرموق بناموس هذا الشوط وتوقيت الدقيقتين و17. المركز الثاني وصل شاهين لحمدان بن فايز بن غفان اليابري. والمركز الثالث حاضر اللي وصل لحمد بن خليفة بن سالم بالصقعة الغفلي. هكذا هي النتيجة. تهانينا والناموس للجميع وتهانينا والناموس لمالك مرموق سالم بن سعيد بن سيف بن سعيد بن حسين على فوز مرموق بهذا الشوط.